بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه طيب، لو أنا عملت كنترول إس كده ورحت عشان أعمل بريفيو هناك يا جماعة، هلاقي إن الافتراضي في الأكورديون إن مفيش ولا واحدة تلقى مفتوحة. لا، أنا بقى عايز واحدة سبيسيفيك تكون مفتوحة. ده اللي بتعمله لي الخاصية is active أو الكيورد is active. طيب السؤال بقى، انا احطها فين؟ اكيد يا جماعه احطها فين؟ احطها في البان. طيب البان ده عباره عن ايه؟ ما هو البان ده هو ال اي يا جماعه، متفقين؟ فعشان كده انا هبتدي احطها جوه الايه، جوه ال اي. طبعا ده عباره عن كيورد كلاس يا جماعه، اكتب از اكتب. فهمنا الفكره اللي هي بتاعت انا ممكن اركب اي حاجه في اي حته، المهم الكلاس يعني. فاول ما نعمل ريفرش هتجي ديت افتراضا هي ليميت اكتف. لو انا شلت الكلمه از اكتف ديت من اول اليمنت في العناصر ورحت حطيتها في العنصر الثالث مثلا، طبعا ده كلاس وانا عملت كنترول اس، يبقى طبعا النتيجه معروفه، الثالث هو اللي هيكون مفتوح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.